غدتي كوبر أو ما يسمو بالب يوريسرا الجلاند عبارة عن غدتين صغيرين على الجانب الخارجي الخلفي للممبريناس يوريسرا مدمجين داخل البرينيال ممبرين. دورهم إنهم بيفرزوا سائل كلوي بيكون جزء من السائل المنوي. القضيب أو البينس اللي هو العضو التناسلي الخارجي بيتم تثبيته في البيوبيك أرش بواسطة أربطة اسمها سسبنسوري ليجمنتس اللي هي الأربطة المعلقة، والقضيب مكون من جزئين، روت وده الجزء المتصل بالبيوبيك أرش، والبادي اللي هو الجسم. بيتكون البينس من ثلاث كتل اسطوانية الشكل، كتلتين اسمهم كوربورا كافرنوزا وده الاسم الجمع، واسم الواحدة منهم كوربس كافرنوزم، والكتلة الثالثة اسمها كوربس سبنجيوزم. الكوربس كافرنوزا مكونة من شبكة من الألياف من الكولاجين وفراغات بتتضخم لما تتملي بالدم، والكوربس سبنجيوزم مكونة في الغالب من ضفيرة وردية كثيفة اسمها الدنس فينوس بليكسس، والثلاث كتل بيساهموا في عملية الانتصاب. الكوربس كافرنوزم بيكونه السطح الخارجي، بينما الكوربس سبنجيوزم بيشكل السطح السفلي وبيحيط بالجزء الأكبر من اليوريسرا واللي هو البنايل يوريسرا. في منطقة الروت اوف ذا بينس الكوربس كافرنوزم بيتكون الكرورة والمتصلة بالإسكويبيوبيك ريمس، والكوربس سبنجيوزم بيتكون البالب اوف ذا بينس الموجودة بين الاتنين الكرورة ومتصلة بإحكام بالجانب السفلي من البرينيال ممبرين. واخيرا النهايات البعيده للثلاث كتل بتكون جلاند سبينس وده الجزء المحيط بالاكسترنال يوريسرال ميتس اللي هي الفتحه الخارجيه لقناه مجرى البول.